فعلا بالنسبه لي شنو الشرف تنقرا انه المهرجان السينمائي للمتوسط سيد عنايد باكيش نحضر غير 40 عام ديال الهجره مازال عاد غادي يتون يعني حاش تصبح سمي غير تعيش منذ 76 باري الماضي بالنسبه لي يعني حاش تنقرا تشكر المنظمين خمنوا تشكر يعني وداني دمس اني خرج جائزه ثانيه اجن فرح دم قرر انه المعلمين ودي صغان الحروف الابجديه دم زوار السيد سقلي محمدي مازال عاد يدعي حضاره كنا نهاني هذا بالنسبه لنا يعني اجن ها عما ستو يعني يوم جميل نتمنى المنطقه النجاح ان شاء الله التوفيق للمهرجانات مرة بالنسبه الى نظرا لامبريور 24 نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله نتمنى عاودي الشباب غادي المستقبل هذا سبحان لان شمال افريقيا المغرب بالضبط خاربين الشباب عاطلين ساعه ثانيه واخد من الى اخره نتمنى ان شاء الله ان الاقتصاد الدولي الاقتصاد المحلي نتمنى ديري بزاف الاستقرار لان بلا الاستقرار المستثمرين تراكورن ديري الامن بلا الامن المستثمرين تراكورن الدولوات ما تخدم الرياضه نتمنى ان المستثمرين غادي فلوس قمت يعني المشاريع زي اخذ مني ودانا شاحق بزاف انه المغرب بقى دي بني جن الميناء الجديد دي النواحي بني بوغافر غير يستخدم ان شاء الله الالاف يودان دي المستقبل المشروع اللي زريخت وشين دغاري هولندا يودان دي المسؤولين نقل المشروع اللي ونيت ان شاء الله هذه يخرق فرص التشغيل المهندسين حتى يودان يغادي بو التكوين المهني نتمنى ان شاء الله ديري من المستقبل Voor migranten in Nederland is denk ik heel belangrijk dat iedereen zijn ding doet. Iedereen ook gelooft in zichzelf, gelooft in eigen kracht, gelooft in zijn eigen geweten, gelooft in samenwerken. De deuren opengooit, samen met andere mensen probeert een samenleving te maken. Dat noemen ze dan maar integratie, laat dat dan zo heten. Maar voor mij is het heel belangrijk dat mensen meedoen en ook laten zien dat zij verantwoordelijke burgers zijn in die landen waar ze zijn. En door dat te doen is men ook trots hier in het land waar ze uiteindelijk geboren zijn of waar hun ouders geboren zijn. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om hen ook bij de les te blijven betrekken. Dank u wel voor deze gelegenheid.